سجن ملعب الشعب النساء النسائي المعتقلات فيه النساء. اي والله 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 ما مجبر احلف لك انا حتى اصدق ما اصدق، بس هذا ارد اطلع لك اللي عندي. يعني نادي اسمه نادي 1 تو 1 يعرفوا جماعه بغداد. شنو نادي اسمه يعني؟ نادي 1 تو 1 يعني اي شنو يطلعوهم يلعبون بالنادي مثلا شنو؟ لا خلا بس تعطيني مجال. فضل. النادي اسمه نادي 1 تو 1 اي اسم النادي نان تو 1 منتمي هذا النادي. حتى البوتوغارديه مالته حتى البوتوغارديه مالته شايلين باجات احزاب. البوتوغارديه مالت النادي باجات احزاب ومسدسات كله وسيارات تعجبك. هاي وحده شنو يعني ما افتهمت هسه شنو المشكله؟ هو نادي غير يعني شنو نادي شبي طوبه النادي تنس. يا استاذ العزيز النادي عميد ايهاب عميد ايهاب هسه بس لا تدوخني بس لا تصطرني بس لحظه انت لا تقول نادي هسه اشطبب النادي والسجن النساء وطببت لي عميد ادري نادي ما شنو نادي عادي يعني الشرب وشلون نقول نادي ليلي يعني ملهى بالضبط نادي ليلي يعني ملهى نادي اكو نادي الجويه اكو نادي الطلبه اكو ايش مدريني والله ملهى قل لي ملهى خلي الناس تفهم ملهى ايش بيه هذا ملهى 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 اسمه نادي 1 تو 1 نادي 1 تو 1 ايش بيه الحارس الحراس اللي بداخله الحراس اللي بداخله كلهم حاملين باجات الاحزاب زين هذا التيار وهذا الفلان هو النادي اصلا تابع للفلان جاي ما اريد اذكر لك اسمه زين اخويا يوميا من الساعه 8 يختارون اللي تريد تشتغل وتريد المحكومه مؤبد واللي محكوم اعدام بالنسبه للنساء زين ياخذوهن يشغلوهن مثلا ترقصين يا بترقصين كذا ساعه لك ثلاث اوراق اربعه لنا ورقه ولك ورقتين تصرفوا بيهن يطلعون يوميا 6-7 بس مو كل وحده تجي الصغار زين من يطلعهم والله اللي طلعهم يعني هم مديرين السجن والمدير السجن مال ملعب الشعب وما اول ذكرت لك اسمه عميد ايهاب عمي انت تحكي صدق لو ناصب علي والله يا ابو صدق وبكامل عقل الواعي قاعد احكي اياك يطلعون سجينات رقصاً بالملهى ويرجعوهن والله العظيم على كل كلمه وضباط يعرفون بهذا الحكي مدراء السجن يعرفون كلهم يعرفون هم متفقين بعد شلون حكي هذا؟ شنو تريده؟ لا واقف هاي ما صايره باي بلد بالعالم انت وين دا تحكي وين احنا بالعراق الصين صح قلنا انه اكو فوضى بس مو هيك